سبحانه وتعالى قال: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، تثير تهيج السحاب أو تضم بعضه إلى بعض، فالإثارة هي تحريك الساكن، إثارة الفتن تحريك الأمور الساكنة التي تولد مشاكل وقلاقل. فأثرنا به نقع، النقع الغبار، التراب الذي على الأرض يكون ساكنا، فإذا جاءته الخيول المسرعة في الكر والفر تثير هذا الغبار الذي كان ساكنا. فالسحب الساكنة يضم الله بعضها إلى بعض، يضم الله بعضها إلى بعض ويحركها حتى ينضم بعضها إلى بعض. فسقناه إلى بلد ميت، المراد بالبلد الميت البلد الذي ليست فيه نباتات لعدم وجود الأمطار فيها، فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، أي هكذا تخرجون يوم القيامة. كما أننا أحيينا الأرض بعد موتها بالماء فستخرجون يوم القيامة من القبور أيضا كما خرجت النباتات من الأرض بالماء.